يناقش الحوار الوطني غدا الثلاثاء بعض قضايا المحور الاقتصادي الذي يضم ثمان لجان فرعيه هذا ومن المقرر عقد اربع جلسات بشان هذا المحور تخصص جلستان منها لمناقشه قضايا برامج الحمايه الاجتماعيه بين الوضع الراهن والتطورات الجديده والمدرجه على جدول اعمال لجنه العداله الاجتماعيه وعلى التوازي تخصص الجلستان الثانيتان لمناقشه صياغه الخريطه السياحيه لمصر ووسائل جذب وتحفيز الاستثمار السياحي بكل اشكاله والمدرجتين على جدول اعمال لجنه السياحه